وجودك معانا هنا طبعا في مهرجان الموسيقى العربية. حضرتك يعتبر من ضمن الأساسيات وعمود من أعمدة يعني الموسيقى العربية. قول لنا بقى أهمية الموسيقى العربية. يعني أنا بعتبرها يعني المهرجان ده يعني الناس بيستنوه كل سنة، وبالذات جمهور البحيرة ده جمهور ذواق جدا جدا ويخوف بصراحة، وفاهم يعني مين اللي واقف قدامه ومين اللي بيقول موسيقى عربية بجد، فدي مهمة جدا للبلد، وأنا بعتبرها أنها يعني ممكن تكون حائط صغير كده صد للحاجات اللي هي اللي بتتقال والمنتشرة جدا، ومش مصر يعني مش مصر اللي هي تبقى كده، فلازم يكون قدامها برضو موسيقى عربية، أغاني هادفة مستوى يليق بمصر. إزاي نرجع نخلي الشباب يحب تاني يسمع التراث الموسيقي الجميل ده؟ أنا شايف إن حتة إنتاج الأغاني وكده دلوقتي مش متوفرة، النت بهدل الدنيا، مفيش حقوق للمنتجين فهينتجوا ليه؟ فأنا بقول إن لازم الدولة نفسها تتدخل، هي اللي يبقى فيه إنتاج تاني زي ما كانت الإذاعة بتنتج، القطاع الإنتاج بينتج، لازم الشؤون المعنوية كمان للقوات المسلحة لازم تنتج أغاني وتنتج أفلام وتنتج حاجات كتيرة جدا تقف بيها قدام المستوى الرخيص شوية. رسالة بقى توجهها للشباب كده تقول لهم إيه بخصوص الفن؟ بقول لهم يعني ركزوا شوية، الموضوع ما بقاش رأس بس، الموضوع في الثقافة دي يعني والفن بيغذي الروح، فانتبهوا شوية وخلي بالكم ان الحاجات دي واخدانا في سكة مش حلوة، فانتبهوا.